أول ما بيقرب مني بحس إنه هيخنقني، بسيحه بإيدي وببقى مش طايقاه. في الآخر بستسلم وبسكت، بس بلاقيه هو اللي زي ما يكون يعني مش قادر. ساعتها يتعصب عليا ويقعد يقول لي انت اللي مريضه، انت اللي فصلتيني، وانت وانت وانت، وانا في الاخر بسكت وبعيط. طب ما تروحوا تشوفوا دكتور. قلت له، قال لي انت اتجننتي، انا تمام وزي الفل. لا اله الا الله. واخرتها من يومين جالي شارب وحالته بالبلى، وقعد يقول لي روحي شوفي نفسك، انا تمام وزي الفل وما فيهاش عيب، انت اللي بارده، انت اللي ما تنفعيش ست، وكلام من ده كتير. يا عيني يا بنتي، كل ده في قلبك وساكته؟ طب ما بتتكلميش ليه؟ ما كنتش عارفه اتكلم ازاي ولا اقول ايه. طيب سيبي لنا الموضوع ده، انا هكلمه ولازم يكون في حل. انا حاسه ان المشكله فيا انا، وده اللي معذبني. شوفي يا نور، لو روحك يا بنتي مش موافقه، انا ممكن ايه بس يابا؟ هدهد مش هيطلقني، ولو حتى طلقني هيفضحني في الحته كلها بعيبي. ده نصيبي كله مقدر ومكتوب. سافر؟ سافر ده ايه؟ انت من امتى بتفكر في السفر؟ اذا كنت قلت لي على شرم الشيخ دي ولا الغردقه غربه، تروح لي في اخر الدنيا؟ مش طايق يا معلمه، مش طايق. حسوا بيا بقى. مالك يا واد؟ مالك بقى طاري كده؟ ده مش سلطان انا اعرفه، ده مش مولانا. ما تشوفي لي سكه يا معلمه ولا اشوف حد تاني. ده انت ياما جالك فرص ورفضتها برجليك، قلت لي انا مغروز هنا اهو زي السمك، لو طلعت برا الخانه اموت. مش هتفرق، كده كده ميت. كل ده عشان حته مفعوصه زي دي قلت الاصل. ست خمريه. ده ومحلبس عليها اسود لسه شايلها في قلبك؟ انا مش خلاص. خلاص يا دنيا. اقعد. عايز تروح فين؟ اي حته يا معلم. اي حته تكون بيت. اي حته ما تكونش هي فيها. بس يا دنايا، السفر عايز فلوس ياما. انا محوش يا معلمه. محوش فلوس من شغلانه السياحه. حاضر. حاضر يا دنايا.